إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الأحبة في الله، الحمد لله الذي بلغنا رمضان، ونسأله تبارك وتعالى أن يوفقنا فيه الخير كله ويجنبنا الشر كله، إنه ولي ذلك والقادر عليه. أيها الأحبة في الله، رمضان شهر تغيير، التغيير الإيجابي، التغيير من السيء إلى الحسن، ومن الحسن إلى الأحسن، تغيير الأخلاق وتطوير النفس وتغيير علاقتك بربك تبارك وتعالى وعلاقتك بخلقه تبارك وتعالى. فالشهر شهر تغيير، والعبادات المشروعة في هذا الشهر وفي غيره المقصود منها أن يتغير الإنسان نحو الأفضل دائما، حتى يلقى ربه تبارك وتعالى سعيدا فيدخل الجنة وينجو من النار. هناك عوامل تساعد من أراد تغيير نفسه في هذا الشهر، هناك عوامل مساعدة في هذا الشهر. على هذا، من هذه العوامل الصيام، فإن الصيام إذا وقع على الوجه الشرعي يورث صاحبه التقوى، ولهذا الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم. ما هي الحكمة؟ ما المقصد؟ لعلكم تتقون، لعلكم تتقون. التغير أو التغيير الإيجابي، التقوى الذي هو امتثال أوامر الله والانتهاء عن كل ما نهى الله عنه تبارك وتعالى، التقوى الذي هو إصلاح الظاهر والباطن، التقوى الذي هو العمل بشرع الله تبارك وتعالى. وهذا هو المقصود من التغيير الذي نذكره في هذه المناسبة، لعلكم تتقون. فالصيام يورث التغيير نحو الأفضل، وكذلك القيام، نور القيام في هذا الشهر، وكذلك تلاوة كتاب الله تبارك وتعالى تعينك على هذا. فإن القرآن الكريم له الأثر البالغ في نفوس الإنسان، في نفوس الفرد والمجتمع. الإنسان القرآن يؤثر ويغير نحو الأفضل. نعم، كتابا متشابها مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم
ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. كيف لا؟ كيف لا؟ ولو أنزل على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. إذن كثرة تلاوة القرآن في هذا الشهر عامل مساعد. من العوامل المساعدة أيضا أحبتي في الله ذلك الإقبال الجماعي الجماهيري والأجواء الإيمانية التي يعيش فيها المسلم في هذا الشهر. ففرق بين أن تكون وحيدا في طريقك وبين أن تكون مع جماعة. فذلك الإقبال الجماعي وامتلاء المساجد وإقبال الناس على الخير في هذا الشهر أيضا مما يساعد الإنسان على التغيير. لماذا؟ لأن الإنسان كائن يؤثر ويتأثر بمجتمعه، كائن يستأنس ويؤنس، كائن ليس وحيدا وإنما هو مع جماعة. فإذا لقي هذه الأجواء الإيمانية وهذا الإقبال الجماعي للخير في هذا الشهر فهذه من العوامل المؤثرة والعوامل المعينة والمساعدة على التغيير، إلى غير ذلك من الأسباب التي أتاحها الله تبارك وتعالى لنا. ومن أهمها، ولعل هذا من أهمها، أن الله تبارك وتعالى بمنه وكرمه وإحسانه إذا أهل هلال رمضان صفد الشياطين وسلسل مردة الجن، إزالة العقبة، العقبة الكؤود أمام التغيير نحو الأفضل. الشياطين ومردة الجن، والله تبارك وتعالى أزال هذه العقبة أمامك في هذا الشهر. فما الذي يحول بينك وبين أن تتغير وتتبدل وتتطور وتصلح أحوالك ما دام الأجواء مناسبة والأمور مهيئة والمساعدات كثيرة؟ نعم، المقصود أن تغير حالك، ليس المقصود أن تصوم وتصلي وتقوم وتتصدق ثم بعد ذلك تخرج من الشهر وينتهي الشهر ولم يتغير حالك. نعم أحبتي في الله، ليس هذا هو مقصود الصيام، بل ليس هذا مقصود الصلاة، بل ليس هذا مقصود الحج وسائر العبادات. المقصود منها تحقيق التقوى الذي هو تغيير نحو الأفضل. هنا يأتي السؤال، مع هذه العوامل المساعدة والمعينة، ما هي الخطوات التي ينبغي أن يأخذها الإنسان إذا أراد أن يغير حاله ويصلح شأنه في هذا الشهر؟ الخطوة الأولى في هذا الطريق هو أن يبدأ التغيير منك، أن تبدأ أن تتحرك، أن تعمل. إذا غيرت فالله تبارك وتعالى يغير، إذا لم تغير فالله تبارك وتعالى لن يغير. هذه سنة ربانية، تلك هي سنة الله تبارك وتعالى التي قررها القرآن الكريم وسنة الحبيب صلى الله عليه وآله وسلم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. حتى حرف غاية، تغيير الله لا يأتي حتى يأتي التغيير من العبد.
فغير حالك، أصلح شأنك، طور نفسك، هذب نفسك، بعد ذلك الله تبارك وتعالى يعينك. ذلك بأن الله لم يكن مغيرا نعمة أنعمها على قوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. فحلول النقم وحصول النعم كلها تأتي بسبب التغيير. إذا غير الإنسان من الحسن إلى السيء ومن السيء إلى الأسوأ، عند ذلك تحل المصائب والنقم بسبب ذلك. وإذا غير نحو الأفضل من السيء إلى الحسن ومن الحسن إلى الأحسن، عند ذلك تحصل النعم ويثيبه الله تبارك وتعالى. إذن غير. في الصحيحين من حديث أبي هريرة قال الله تبارك وتعالى، قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم، يقول الله، الحديث قدسي، يقول الله تبارك وتعالى: أنا عند ظن عبدي بي وأنا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم، وإن تقرب إلي شبرا تقربت إليه ذراعا، شبرا تقربت إليه ذراعا، وإن تقرب إلي ذراعا تقربت إليه باعا، وإن أتاني يمشي أتيته هرولة. لاحظ هنا الهرولة، الإسراع في المشي، نوع من العدو. كلما يأتي العبد بشيء الله تبارك وتعالى يثيبه بأكثر، كلما يغير حاله الله تبارك وتعالى يعينه بتغيير أفضل. لكن لا بد أن يأتي التغيير أولا من العبد، يتقرب والله يتقرب إليه، شبرا الله يتقرب إليه بذراع، يتقرب العبد بذراع الله تبارك وتعالى يتقرب إليه بباع، يأتيه يمشي الله تبارك وتعالى يأتيه هرولة. إذن غير نفسك، هذا هو الأمر الأول. لا تنتظر أن تنزل عليك التغييرات والتطويرات فجأة، فإن هذا مخالف لسنة الله. الله تبارك وتعالى شرع الأسباب ورتب عليها النتائج والمسببات. الخطوة الثانية في طريقك إلى تغيير نفسك وإصلاح حالك، الخطوة الثانية محاسبة النفس ومراجعتها والجلوس معها والصدق معها وعدم تبرير أخطائها وعدم التنصل من أخطاء التي ترتكبها بين الفين والفين، حتى تستكشف أين الخلل. نعم، إذا جلست مع نفسك بصدق وحاسبتها وراجعت معها وقمت معها وجلست معها، عند ذلك تستكشف الخلل فيك. أين الخلل؟ أين مكمن الخلل؟ أين الخطأ؟ ما هي الذنوب التي تعتادها؟ ما هي الذنوب التي تقيم عليها؟ ما هي جوانب النقص عندك؟ تستكشف ما الذي عندك، لأنه ما من عبد من العباد إلا وله ذنب يقيم عليه أو ذنب يعتاده، كما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم عند الطبراني وغيره من حديث عبد الله بن عباس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، الفينة الحين، يعني ذنب قد اعتاده،
يرجع إليه فيتوب، ثم يرجع فيتوب، ثم يرجع فيتوب. ما من عبد مؤمن إلا وله ذنب يعتاده الفينة بعد الفينة، أو ذنب هو مقيم عليه لا يفارقه حتى يفارق الدنيا. المؤمن خلق مفتنا، هكذا يقول صلى الله عليه وسلم، ممتحن بالابتلاءات والمصائب والذنوب. المؤمن خلق مفتنا توابا نسيا إذا ذكر ذكر. نعم مفتن بالذنوب لكنه تواب، نسي لكن إذا ذكر ذكر. هكذا خلقه الله تبارك وتعالى. فهناك ذنوب، وما منا أحد إلا وله أخطاء والذنوب وعادات وتقاليد يديم عليها أو يعتادها الفينة بعد الفينة. فأين الخلل منك؟ أين الخطأ؟ أين النقص عندك؟ لتجد هذا الخلل لتعالجه بعد ذلك لابد أن تحاسب نفسك محاسبة حقيقية. الخطوة الثالثة الإرادة الصادقة، الإرادة الجازمة والصدق العزيمة. فإنه على قدر أهل العزم تأتي العزائم، وعلى القدر الذي يجزم العبد وينوي ويعتاد ويأتي يعطيه الله تبارك وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها، أراد الآخرة ثم السعي، لا بد من الإرادة. فأين تذهبون؟ إن هو إلا ذكر للعالمين. لمن شاء منكم أن يستقيم، لمن شاء، لا بد من مشيئة العبد، إرادة العبد، صدق العزيمة، عند ذلك الله تبارك وتعالى يعطيك النتيجة. أما إذا كنت متردد، أما إذا كنت ليس عندك تلك العزيمة الصادقة والإرادة الجازمة، فكيف تعطى؟ كيف تعطى؟ لا تستحق، لست أهلا. نعم، إذن صدق العزيمة. ومن صدق الله صدقه. الخصلة الرابعة أحبتي في الله، السعي والعمل الجاد والاجتهاد والجد. فإن الله تبارك وتعالى يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. جاهدوا فينا، من جاهد في الله واجتهد الله تبارك وتعالى يعطيه ثمرة. إذن المجاهدة والعمل والسعي لابد. في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال سأل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ناس من الأنصار فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، ثم سألوه فأعطاهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم ما يكن عندي من خير فلن أدخره عنكم. ثم قال صلى الله عليه وسلم من يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنه الله، ومن يتصبر يصبره الله، وما أعطي أحد عطاء خيرا وأوسع من الصبر. شوفنا، من تعفف، من استعف، طلب العفة أعطاه الله. من يتصبر أي تكلف الصبر أعطاه الله. من استغنى وطلب الغناء النفسي الله تبارك وتعالى أغناه وأعطاه الغنى. إذن لا بد من العمل، لا بد من السعي، لا بد من التكلف، لا بد من الاجتهاد حتى تصل النتيجة وتحقق التغير المطلوب. الخصلة الخامسة أيها الأحبة في الله، الاستعانة بالله تبارك وتعالى. فإن العبد كلما اجتهد، مهما اجتهد، إذا لم يعنه الله تبارك وتعالى على المطلوب فلن يحقق شيئا.
ولهذا الله تبارك وتعالى قرن بين العبادة وبين الاستعانة، إياك نعبد إياك نعبد وإياك نستعين. لا يمكن أن تحقق العبادة إلا بإعانة الله تبارك وتعالى، إذ لا حول ولا قوة إلا بالله. ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلم في حديث أبي هريرة عند مسلم: احرص على ما ينفعك واستعن بالله. الجمع بين الحرص والاجتهاد وبين الاستعانة بالله تبارك وتعالى. لهذا كان من دعاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعد الصلوات المفروضة: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من هو هذا؟ محمد صلوات ربي وسلامه عليه. أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. إذن الاستعانة بالله والتوكل على الله ورفع أكف الضراعة إليه حتى يعينك على التغيير المطلوب. أسأل الله تبارك وتعالى أن يلهمنا رشدنا وأن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، إنه ولي ذلك والقادر عليه.